بجوار أغنى دول العالم تقع أكبر كارثة إنسانية في العالم. هذا هو حال اليمن وجيرانها. ليس هذا فحسب، فهذه الدول تقود حربا في هذا البلد منذ 4 سنوات، بل وتعمد على إطالتها. بيد تقاتل وتقصف، وباليد الأخرى ترمي الفتاة الذي لا يعالج حتى ربع حجم الكارثة الإنسانية. التقارير الأممية دقت ناقوس الخطر أكثر من مرة، وقالت إن أكثر من 10 ملايين يتهددهم خطر المجاعة. لكن لا المملكة السعودية ولا الإمارات ولا حتى الأمم المتحدة أزالوا هذا الخطر ولا خففوا جزءا يذكر من هذه الكارثة. سعر الصرف مقابل الدولار وصل إلى أكثر من 760 ريالا، والحكومة في الرياض تعقد اجتماعاتها البيروقراطية وتخرج بياناتها الصحفية التي تقول إن الرئيس وجه باتخاذ التدابير اللازمة. هل بعد أن يموت الناس يا فخامة الرئيس؟ اكتسح الجوع بيوت معظم اليمنيين ولم يعد يفرق بين غني وفقير باستثناء تجار الحروب المسؤولين في عدن وصنعاء. أن الشعب أنت الجائع الذي لم يعد لديه ما يخسره. على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر هاشتاج ثورة الجياع، وعبر الناس فيها عن غضبهم وجوعهم. ليس هذا فقط، ففي محافظات محررة كعدن وسيئون خرج مئات المتظاهرين منددين بصمت الحكومة جراء تهاوي الريال وارتفاع أسعار المواد الأساسية. الدقيق الذي يعتبر أهم مادة أساسية وصل سعره إلى أكثر من 14,000 ريال، والقياس على ذلك. صمت مخزي للرئيس هادي وابن دغر وأعضاء حكومته، باستثناء منشور وحيد لوزير النقل صالح الجبواني ألمح فيه لأن الإمارات تدفع باتجاه انهيار الريال اليمني لابتزاز الرئيس هادي وشرعيته. سواء بهدف الابتزاز أو لأي أسباب أخرى، تبقى الحقيقة أن التحالف يتفرج بجواره على أكبر أزمة إنسانية في العالم، ولا يخجل من تقديم الفتات لبلد لا يزال يتحكم في موارده ومنشئاته الحيوية. المواطن البسيط هو الضحية في كل الأحوال، وغضب الناس الذي يغلي تحت الرماد ربما يصبح شيئا آخر إذا ما خربت مالطا بأهلها.